ساراماندرا. بدأ العد التنازلي على حدوث كارثة انهيار منطقة الضباب. لقد حاول المقنع وفريقه أن يذهبوا إلى مكان آلة الحضارة القديمة لكي يوقفوها، لكن السيد عصام تصدى لهم ومنعهم من ذلك. هيا! وفي هذه الأثناء يحاول ورد أن يطور مهارة جديدة لم يعرفها من قبل، علها تساعد على حل الأزمة. جداً لأن سيف انضم إلينا. نعم، وجوده بيننا سيجعلنا نلحق بالمقنع وفريقه قبل حلول الظلام. ليتني أتذكر كيف استطعت أن أجتاز ذلك الشلال الكبير وأن أبلغ الهدف. ما الذي حدث آنذاك؟ ورد! ما الذي تهاد؟ ولما أنت شارد الذهن؟ أفكر في الذي أصابني عند ذلك الشلال يا ميساء. هل تعني شلال درع القوة؟ نعم، لا أتذكر شيئا، كأنني فقدت الذاكرة. أظنكم قد رأيتم ذلك وكيف وصلت إلى خط النهاية. أخبروني عن تلك الحوادث. شاهدناك تقفز إلى هناك بكل براعة. إنه على حق، قفزت إلى ارتفاعات عالية جدا. كنت قويا أكثر من قبل، كنت مدهشا. ماذا؟ أخشى أنكما تبالغان في الكلام. إنها الحقيقة وليست مبالغة. رأيت الأمر بأم عيني إذ كنت تتحرك بمهارة وقوة تشبه قوة الأبطال القدماء. أظنك قد اكتسبت المهارة السرية المدهشة أخيرا. أي صرت مخضرما. ليتك تكون على حق في كلامك يا لبيب. ترى ما الذي أصاب صديقنا وارد؟ أظنه يفكر فيما أصابه في ذلك الشلال. خلف له ذلك أضرارا نفسية كبيرة. وما العمل؟ ليتنا نعرف طريقة ما كي نساعده. إن وجوده بيننا يمنحنا حافزا للوقوف في وجه الأزمة. غير معقول، بقيت 6 ساعات لا أكثر على نهاية هذه المنطقة. إنه الفجر. ليتني أستطيع أن أعيد والدي إلى طبيعته. حتى حينما اتحدنا معا لم نستطع هزيمته. لماذا تشعرون بهذا الإحباط؟ أين ستذهب؟ إلى أين في رأيك؟ أنا ذاهب لكي أتحداه وأهزمه. لا جدوى من كل هذا يا سامر، لأنه شخص عنيف جدا ولا يمكنك أن تهزمه وحدك. لولا تدخلكم معي أمس لما خسرت أمامه، فلو كنت وحدي لما حدث كل ذلك. هل تعي ما تقوله؟ متى ستستفيق من أوهامك؟ ما الذي تقوله يا محارب؟ ما الأمر؟ هل نسيت مهاراتي وقوة المخلب الدامي؟ أستطيع الآن أن أذكرك بها إن كنت تود ذلك. أنت حالم، وأنا لوان لكي تعود إلى رشدك أيها المشاغب. كفى عن ذلك، فهذا ليس وقتا مناسبا للتنازع. إنه على حق. علينا أن نفكر كيف سنخرج من هذا المأزق، أليس كذلك؟ ها؟
ما هذا؟ عالمنا الحقيقي، ألست محقا في هذا؟ وكيف ذلك؟ هناك أمر غريب يا ورد، انظر إلى ذلك. لا أصدق ما أراه. إنه صديق أخي رامي. نعم، وتلك هي الدراجة التي استعارها منه يوم عدنا إلى عالمنا الحقيقي. انظروا إلى تلك الساعة الجدارية، أرقامها تدل على أن ساعتين فقط قد انقضتا منذ مجيئنا إلى عالم الضباب. إنه كما في المرة الأولى، أليس كذلك؟ يبدو أن الوقت يمر مروراً مختلفاً عن عالمنا في عالم منطقة الضباب. ولكن لما ظهرت صورة مدينتنا هناك؟ وقد غطى المدينة ضوء أزرق، يظن أنه شكل أشكال الشفق القطبي، ولكن العلماء أكدوا أنه ظاهرة فريدة تحدث أول مرة، وسوف نوفيكم بآخر التطورات أولا بأول. تلك مدينة الضباب. أنا خائفة، ما الذي يحدث؟ يبدو أن هناك شيئا مهما على وشك أن يحدث في منطقة الضباب. ليس لدينا وقت نضيعه، سأذهب. انتظر يا سامر. لقد جاءوا. رائع، أهلا بكم. سيف، مرحبا، اشتقت إليكم. أهلا، أخبرني كيف حالك؟ رأينا صورة بلدتنا يا ورد. أعلم، رأيت ذلك. بسام، علينا أن نذهب ونوقف عمل آلة القدماء في أقرب وقت ممكن. نعم، ولكن ما الأمر؟ تكلم. لقد حاولنا الدخول إلى هناك لإيقاف الآلة، ولكن والدك تصدى لنا بقوة وأجبرنا على أن نتراجع. فعل ذلك؟ وحدنا صفوفنا جميعا، ولكننا لم نشكل شيئا أمامه. يبدو أن والدنا قد اكتسب قوة أكبر مما نعرف. هكذا إذن. هيا يا ورد، لا تبطل الشعور بالإحباط، لقد حان الآن دورك أيها المخضرم. أظهر ما اكتسبته عند ذلك الشلال، أريه مهارتك. ولكن تلك المهارة، أرنا إياها لو سمحت. أنا لا. لا تفاجأوا، لقد أتقن صديقنا ورد مهارة القدماء وحصل على درع القوة. مهارة القدماء؟ هذا رائع. أي مهارة؟ هيا أرنا مهارتك يا ورد. لا أتذكرها الآن. هيا أرنا تلك المهارة. أرنا إياها لو سمحت. نعم، لكن هاي لا تكن مغرورا. أسأت الفهم، إن هذه المهارة لم تكتمل حتى الآن. نفذتها مرة واحدة ولم أكن في وعي لكي أتذكر طريقة تنفيذها. كانت أفضل مهارة في العالم، انبعثت منه أضواء ملونة وقفز بسرعة فائقة. نعم، رأيته يطير إلى ارتفاع أكبر من ارتفاع القفزة المدهشة. كل هذا الارتفاع، كيف حدث ذلك؟ أنا واثق بأنه سيتقنها ويستخدمها في إنقاذ والده وإنقاذ المنطقة. هذا هراء. مهما كانت هذه المهارة متميزة كما تقول، فهي لا تعني أي شيء ما دام ورد لا يتذكرها. إذن حاول أن تتذكرها في السباق. إن كانت مهارتك ناقصة فستكملها في خوض المنافسة، أعني معركة العالم. نتسابق في هذا الوقت؟ نعم يا ورد، فليس لدينا وقت نضيعه. قريبا جدا سيلف الظلام هذه المنطقة، وعند ذلك سينتهي هذا العالم، وأنت قادر على منع حدوث ذلك. نعم أيها المقنع، ولكن في هذه الحالة سأخوض معركة العالم هذه ضدكم جميعا يا أصدقائي. ضدنا جميعا؟ هل أنت جاد في هذا الكلام؟ نعم، أريد أن أجرب ذلك وسأرى حقيقة هذه المهارة. أنا أتحداكم بخوض معركة العالم، وعليكم أن تقوموا مهاراتي يا أصدقاء.
حسنا، سأتحداك. تتحداني؟ سأفعل ما في وسعي وأهزمك حتى تظهر مهارتك. أظهر مهارتي؟ سأنضم إلى هذه المسابقة. وأنا أيضا. ماجد والمحارب. وأنا أيضا. حسنا، سأشارككم. جيد، لنبدأ معركة العالم. حصريا على التالي. أنت متهور جدا يا ور، لأنك ستخوض معركة ضد 6 أشخاص. لقد أجريت كل الإعدادات على السهم الملتهب، ليس لديك خيار سوى أن تفوز عليهم. سننطلق من هنا حتى نعبر الجسر ونصل إلى خط النهاية، مفهوم؟ نعم. سننقسم الآن 3 مجاميع. سنتسابق في 3 أقسام وكأننا في سباق التتابع. سباق التتابع؟ من نقطة البداية إلى الحاجز الأول سامي ورامي، ومن هناك إلى الحاجز الثاني ميساء وماجد، ومن هناك إلى خط النهاية ستسابق آخر خصمين، أي أنا وسامر. غايتنا من هذه المسابقة هي مساعدة ورد على استعادة تلك المهارة، ولكن إن لم نبذل كل جهدنا فلن يتمكن من تقديم أفضل ما لديه. هل تعلم؟ لن نتهاون في خوض السباق. هذا ما أريده منكم. هيا ليستعد الجميع لمعركة العالم. أبي، سأتذكر تلك المهارة وأتقنها مهما كلف الأمر. علي أن أسابق أفضل منهم جميعا لكي أتمكن من مواجهة أبي وإعادته إلى طبيعته، ولهذا علي أن أهزم رامي بالاندفاع أولا. هيا أيها السهم الملتهب، هيا اشتعل واجعل لهيبك الحارق يشع ويتوهج على هذا المكان. استعداد، هيا هيا. لن أخسر أمامه، سأهزمه. هيا. لا أصدق ذلك، لقد تفوق على رامي في اندفاعه. إنه يسابق بأسلوب جديد يختلف عما نعرف. يا له من مضمار معقد. إذا بقيت تخوض بهذا الأسلوب فلن تستطيع أن تهزمني. أين أنت؟ تكلم. إنه يقفز بخفة ويرمي الثقل إلى الخلف. حسناً، هيا. ما هذا؟ إنه يقفز ببراعة مثل براعة المحارب تماماً. حسناً، هيا يا حيلة النينجا المحارب، تدعك إعصار الزهور. يجب ألا أستسلم. هيا إلى الأمام، انطلق أيها السهم الملتهب. هيا إنه قادم. المنافسة محتدمة. تقدم، سأراقب كيف ستطور مهارتك الجديدة يا ورد. هيا أكمل سباقك واصمد. لنرى من يسير أسرع. لقد سلكوا طريقين، أليس كذلك؟ يسير ورد في الطريق الخطأ، وسيستغل الصقر الجارح وجود الماء ويغلبه.
انطلق إلى الماء وتقدم مثل الصخر الجارح. من المبكر أن تفكر في الاسترخاء. ماجد، حسناً سأغلبك. أين مهارتك أيها النيزك العملاق؟ يا لهذه السرعة، لا أحد يستطيع التفوق على النيزك العملاق، حتى ورد أيضاً. لن أغلبه حتى أتذكر كيف سابق الجميع قبله. حسناً، كأنني تذكرت بعض مهاراتهم. تتعلم ذلك؟ لولا هذا لكان السباق مملا. استعداد؟ هيا! أظنه قد تجاوز حدوده الجسدية. إنه يقود ببراعة المقنع وسامر في الوقت نفسه. عليك بهذه الأشياء، وهي القفزة والوثب والاندفاع وزيادة السرعة والمهارة التدريبية والقوة. فعندما تكتسب كل هذه المهارات ستتمكن من اكتساب درع القوة وتنجح في بلوغ أهدافك. درع القوة، ما بك يا ورد؟ ما الأمر؟ إن كنت لا تريد كسب السباق فأنا سأكسبه. هيا أيتها الصدمة الكبرى. أين مهارتك؟ أظنك أسهل خصم في هذا العالم. ماذا؟ هيا! ما تلك الأضواء البراقة؟ هذا ما رأيته من قبل. هيا! أرني مهارتك إن كنت خصما قويا. إنها المهارة السرية. ماذا؟ حسناً، اجتمعي أيتها المهارات السبع. الآن الخمسة المذهلة الكبرى. هيا! وأخيراً رأيت مهارتك المذهلة. لقد كنت مدهشاً. فعلتها أيها البطل. أتقنتها أليس كذلك؟ صرت الأفضل في المنطقة. كان هذا بفضلكم، شكراً لكم. أحسنت يا ورد. لقد كانت مهارة رائعة حقاً. حين تقول هذا تشعرني بالخجل كثيراً أيها المقنع. ولكن هذه المهارة ضئيلة في الحجم، ولا أظنها كافية لردع والدك وإنقاذ العالم. أعلم أنها لا تضاهي المهارات الشريرة التي منحها الظلاميون والدي الغائب عن وعيه، ولكنها سبيلنا الوحيد لجعل العالم ينعم بالأمن مرة أخرى. الوقت يمضي والعالم يقترب من نهايته، فهل سيتمكن ورد بمهارته الجديدة وبمساعدة أصدقائه المخلصين من إيقاف العد التنازلي لهذه الكارثة ويزيح الظلام عن وجه المنطقة
وينشر فيها الأمان. لا أريد القول إنني أواجه مهمة مستحيلة، بل مهمة صعبة جدا قد تخفق بأي خطأ بسيط يصدر مني أو من دراجتي، لكنني سأخوضها ولن أتخاذل. فبوجودي المقنع وسامر وماجد وسامي وميساء ورامي الذين يقفون إلى جانبي في هذه المعركة، أجد نفسي محاطا بالقوة والأمل، وجميعنا مصمم على إحراز النصر وطرد الأشرار.